أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أولا الله يتقبل منا ومنكم الخطوات، يرضى عنا وعنكم. ويعني أنا قبل اللقاء بسلم على بعض الناس اللي جايه، اللي يقول لي انا جاي من القناطر، واللي يقول لي انا جاي من، في اخواننا هنا جايين من كفر الدوار، فحاجه الحقيقه الواحد والله. وفي ناس جايه من المعادي، وفي اخوات جايين ربنا يكرمهم، الستات اكتر يعني، تحيه شديده لهم، ربنا يعزهم ويكرمهم ويبارك فيهم. فربنا تقبل منكم، والواحد بيشعر ان هو يعني لازم يطلع منه، ربنا يرزقنا الإخلاص، كلام يفيد الناس دي علشان يروح بيته معاه حاجة يقول أنا ما ضاعش وقتي. ولا وإن كان طول ما أنت في المسجد إن شاء الله مش ضايع وقتك بإذن الله، بس في مساجد جنب بيتكم، لكن إن شاء الله تيجي وتستفيد. وروح إن إحنا كده في وسط بعضينا، وشباب ورجال وستات وبنات موجودين، كل دون يعلي الهمم، ويبقى كده عقل، مش عقل واحد، عقل جمعي، فنطلع بقوة ألف فولت، مش 100 فولت ولا 50 فولت. فربنا يتقبل ويبارك ويرضى عنا وعنكم، ويتقبل منا ومنكم. ومش كده وبس، أنا والله فرحان لقيت حاضر معانا إخوة من سوريا، وإخوة من كردستان، من العراق، أحفاد صلاح الدين الأيوبي موجودين هنا يعني. فأنا الحقيقة برحب بيهم، والله يتقبل منا ومنكم، ويجعل الجلسات دي في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم القيامة. وأنا ساعات الحقيقة بضرب أو بتخيل حاجة افتراضية، يعني حاجة مش موجودة، لكن حاجة بتخيلها وبفترضها. إيه الحاجة دي؟ ساعات بتخيل إن إحنا كده جايين يوم القيامة، وإن عمرنا متحول لخزن صغيرة. عارف البنك لما بيبقى فيه خزن صغيرة كتيرة كده، عارفين المنظر ده؟ أو الناس الرياضيين قط اللبس لما بتبقى الدواليب الصغيرة الكتيرة اللي ورا بعضها دي. فساعات كده خيال بتخيل إن أنا جاي يوم القيامة، وإن عمري خزن، وإن كل خزنة بساعة. تخيل كده معايا نفسك، يلا نفتح، يلا الخزنة الأولى فاضية، ما عملش حاجة. الخزنة التانية كان فيها حاجة بس من غير نية، فاضية مطفية، يعني فيها جوهرة بس ما كانتش بنية، مطفية. الخزنة التالتة، الخزنة الرابعة، تخيل عمرك كده. وبعدين خزنة والعياذ بالله يطلع منها مثلا تعبان ولا حاجة، مصيبة حصلت في الساعة دي. وبعدين خزنة منورة، نور عالي الساعة دي. يعني أنا بقول الكلام ده لإخواننا اللي تعبوا في المواصلات. بقول لإخواننا اللي تعبوا في المواصلات، يوم منور، افتح منورة. الله، طب والساعة اللي بعديها منورة. طب ونتائج اللقاء دون إن الأسبوع اللي جاي منور. تخيل بقى، يلا افتح اللي بعده، اللي بعده، منور 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 منور، نيجي الاسبوع اللي بعده نشحن تاني ونحط افكار جديده، وتنور الحياه، وتنور الحياه. انا اذكر لما كنت شاب صغير، يعني كانت اهتماماتي كلها كوره، قبل ثانوي يعني. انا ابتديت رحله التعرف على الايمان وانا في اولى ثانوي، لكن وانا في اعدادي كانت ايه قضيتي في الحياه؟ كانت قضيتي الكوره. وابتدى الموضوع بلقاء زي ده. يا رب تكون حياة الواحد نورت، ويسعى ان هو ينور حياة ناس تانيين. فان شاء الله يكون اللقاء ده مبارك لكل الناس اللي هنا. وبعدين ده احنا في بيت الله، يا ترى هيرجعنا مدينا ايه اللي زرناه في بيت من بيوته؟ هيرجعك معك ايه وهو الكريم؟ فيعني بس حبيت ابدأ كده قبل ما ندخل بالموضوع بحاجة كده يعني ترفع الهمم و تعلي الإيمان في النفس. تعال ندخل على الموضوع بتاعنا ده، اللقاء الثالث. ومين حضر قبل كده يا اخوانا؟ ما شاء الله، طب كويس والله، جميل. احنا هنا يا جماعه ما بنديش درس، معلش انا كل مره هقعد افكر، انما احنا جايين نعمل ايه؟ ده لقاء تفاعلي، في بنى،
في بنى. يعني ايه؟ يعني انا مش جاي ادي درس، انما انا جاي اتفق معاك على حاجات وننفذها بقيه الاسبوع، ونتقابل المره الجايه نفكر بعضنا بيها ونشوف عملناها ولا لا. فالهدف من اللقاء، حتى احنا مسمينه لقاء، ان احنا حطينا هدف كده محدد قوي، بناء انسان النهضه. خلاص كان في سقف واطي على مصر وعلى العالم العربي، اتفتح السقف، كان في سقف مخلي الناس متقزمه وعضله ظهرها مش عارفه تفرد ظهرها فماشيه كده، اتفتحت خلاص سقفك بقى السماء. طب ايه التوقعات؟ نهضه. الامه دي ما تستحقش على كيرف الحضاره، على منحنى الحضاره، انها تبقى تحت. معقوله تبقى انت هنا وتبقى اليابان هنا وتبقى البرازيل هنا وتبقى تايلاند هنا وانت تحت كده؟ ما تستحقش الامه دي كده. الامه دي تستحق مكان اعلى بكتير، بحكم تاريخها وبحكم قرانها وبحكم ثقافتها وبحكم حضارتها. حرام حرام. والبلد دي ما تستحقش تبقى تحت، لازم على الكيرف تبقى فوق. فالامل نهضه. ليه ليه يعني؟ وتركيا كانت فين من 10 سنين؟ ليه ما ننهضش؟ فبدات كل الكيانات في مصر تفكر في الحكايه دي. انا عارف ان في احزاب كتير بتفكر ازاي نعمل نهضه وبرنامج النهضه، وعارف ان في مراكز ابحاث شغاله دلوقتي ازاي نعمل نهضه، وعارف ان في المجتمع المدني في ناس كويس، لكن فين البني ادم اللي هينفذ الافكار دي؟ البني ادم ده هو انا وانت. فكان هذا اللقاء، وعشان كده بنقله على النت، كان هذا اللقاء بيكلم الرجاله والستات، مش بيكلم رجال فقط، بيكلم البنات وبيكلم الشباب. مطلوب عشان النهضه تحصل مش كفايه ورق، مش كفايه مشروعات، البني ادم اللي هينفذ. فكان هذا اللقاء هدفه بناء انسان النهضه. يعني المفروض اللي يحضر معانا السنه الجايه ويكمل معانا رمضان اللي جاي باذن الله بعون الله، نقول له انت ان شاء الله معاك ادوات ومعاك فهم ومعاك ايمان ومعاك خلق يعينك انك تساهم في النهضه. فكان هذا اللقاء في 5 محاور، مش لازم ناخدهم كل مره الخمسه، 5 محاور للبني ادم اللي هيعمل النهضه دي. ايه مفروض يكون في ايه؟ 5 حاجات اساسيه: ايمان، اخلاق، فكر. مش بيصلي ومش فاهم الدنيا فيها ايه، فكر، دماغه فيها فكر، فاهم الدنيا ماشيه ازاي، فكر. مهارات، مهارات حركه على الارض، مشروعات يعملها على الارض. 5 حاجات البني ادم ده المفروض يبقى فيه. 5 حاجات: ايمان واخلاق ومهارات وفكر وايه، وحركه على الارض، يعمل حاجه، يعمل مشروع لبلده. دي المحاور، محاور بني ادم النهضه في ال5 حاجات دول. طبعا كل واحده تحتيها شويه حاجات. السؤال بقى، احنا كتبنا المره اللي فاتت وقمنا بقى عاملين عندنا كراسه، ده مسمينها كراسه على خطى الحبيب، علشان كل لقاء نكتب الواجب العملي ونتفق هنعمل ايه من هنا الاسبوع اللي جاي. حد فاكر الحكايه دي ولا يعني؟ طبعا الكراسات على الفاضي ولا فجينا نقول تعالى كل اسبوع نتفق على واجب عملي. فجينا الاسبوع اللي فات وحطينا الواجب العملي، حد فاكر؟ كانت اول حاجه الصلاه، اقم الصلاه واقم معها الحياه. وقلنا كل ما تقول الله اكبر وتخش تصلي تسال نفسك، طب وبعد الصلاه حقيم ايه في ارض ربنا؟ ها، يبقى الاجتماع اللي جاي والمذاكره اللي جايه والشغل اللي جاي والكليه اللي جايه وعلاقتي مع ابويا وامي، حقيم حاجه، لازم حقيم حاجه. حد عمل الحكايه دي؟ حد افتكرها؟ اللي افتكرها بس يرفع ايده، الله يخليكم، اللي افتكرها يرفع ايده. الله، لا يعني كنتوا فاكرينها طول الاسبوع يا اخوانا؟ الله يبارك لكم. حد كتب في الكراسه حاجه؟ الله يبارك لكم والله، حاجه كده الواحد يعني بس لا، وانا مبسوط لان شاب صغير رفع ايده، استاذ كبير من يعني في منزله والدنا رفع ايده، فحاجه. وانا متاكد عند السيدات هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ايه؟ ضعف الرجال، مع احترامنا وحبنا وتقديرنا. فتاني
كان الواجب الأولاني أقم الصلاة، كل ما تقول الله أكبر انوي وهعمل إيه في الحياة بعد الصلاة، صح اتفقنا؟ طيب والواجب العمل الثاني كان إيه؟ عش مع اسم الله الواسع، ووسع على حد في الدنيا، وسع على حد. امبارح اكتشفت ان انا ما كنتش لسه عملت الواجب. والله العظيم يعني ايه، انا عايش مع اسم الله الواسع من الاسبوع اللي فات، بس ممكن اكون وسعت بس ما كنتش ناوي بنية يعني. فجيت امبارح وقمت عامل، قلت لا اعمل دي وسع. حد وسع على حد؟ اللي وسع كده يرفع ايده بس، ارفع عاليه بس عشان نشوف. لا مش كتير المره دي، كله صلى صح بس جينا في الفلوس. الله يسامحكم. مش كتير، لا مش كفايه يعني، عايز ملحق. طيب احنا هندخل النهارده، مش هنمسك الخمسه لاننا احنا ماشيين معاكم اسبوع باسبوع، بنعمل قعده كل ما يجي لنا اقتراحات وتعديلات نسمع الكلام. فالمره اللي فاتت ناس كتير قالت الخمسه كتيره، ما يعني خمس موضوعات كتيره جدا. فاحنا الحقيقه قررنا ان احنا هنخليهم ثلاث موضوعات وحاجتين صغيرين. يعني كام؟ لا 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 لا، ثلاث موضوعات وتعقيب على المره اللي فاتت واحد بس، يعني نزلنا واحده، يعني بقوا اربعه بدل ما يبقوا خمسه او ثلاثه ونص، يعني احتراما للاراء. تعالوا نبدا من البدايه، نبدأ بالإيمان، نبدأ بالصلاة. عايزين نصلي كويس، عايزين نصلي صح، عايزين نحب الصلاة، عايزين. وأنا هبدأ بمعنى إيماني في الصلاة وبعدين نربطه تاني بالنهضة. ما احنا أنا مش جاي أدي كلام إيماني بعيد عن النهضة، بس نبدأ كده يعني أنت عايز تصلي وتنبسط قوي في الصلاة، أنت عارف الصلاة بتعمل إيه؟ أنت عارف الصلاة أساساً انت شغال طول النهار وفي زمن صعب، دماغك بتسخن، والله بتسخن. عارف العربيه لما الزيت يقل والحديد يحك في بعضه وتبدا تشم ريحه الشط، او انت دماغك بعد شويه بيحصل لها كده، وقدرتك على التركيز والابداع تبدا تضعف، وبالتالي قدرتك على البنى والابداع والنهضه عماله تنزل. فالله سبحانه وتعالى يقول لك طفي جهازك العصبي، طفي 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 طفي، تعالى تعالى اصعد بروحك الى السماء. والله يا اخوانا هي انا كل لقاء هيبقى عندي كده مفتاح، زي المره اللي فاتت اقم الصلاه وايه واقم الحياه. طفي جهازك العصبي يا عم، انت تعبان، الحديد عمال يخبط في بعضه، انت خمس مرات بس عشان كده، خمس مرات طفي. شوف وانا بقولها دلوقتي انا بهدى، تصدق ده احنا ما صليناش. طفي، بس هي المشكله ايه؟ ان في ناس بتخش الصلاه ولسه ما ايه، مش عايز يطفي جهازه. عرفتوا ليه النبي نهى عن الالتفات في الصلاه؟ ليه منهي عن الالتفات في الصلاة؟ عرفتوا ليه النظر محل السجود؟ ما انت كده تبدأ تربط، انزل اخرج 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 من الدنيا يا اخي شوية عشان تعرف تكمل، عشان تبدع. مسألة انك تطفي جهازك العصبي ضرورة خمس مرات في اليوم. فتخيل بقى كده الله اكبر وخرجت وصعدت. عرفت ليه مشكلتنا في ايه؟ انك حتى وانت جوه الصلاه مصر انك لسه بتحل مشاكل الدنيا. يا اخي اخرج يا عم، طفي شويه. انا دلوقتي فهمت ليه حاتم الاصم الجمله اللي لما كان بيتسال انت بتصلي ازاي، انا فهمتها دلوقتي. بيقول لك أكبر تكبيرا وكأن الكعبة أمام عيني وكأن الصراط تحت قدمي. ممكن تصلي مرة كده الأسبوع الجاي؟ وكأن الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي
وكأن رسول الله يتأمل صلاتي، وكأن ملك الموت خلفي، وأجمع في صلاتي بين الخوف من عقوبة الله والرجاء في رحمة الله، وأسبح تعظيما وأسجد تقربا ثم أسلم ولا أدري أقبلت صلاتي أم لا. حاجة تخيل، أهو ده طلع خالص، ده طفى وطلع بره الدنيا خالص وانطلق إلى ال... عرفت ليه فرضت الصلاة في السماء؟ لتخرج من الدنيا 5 مرات في الصلاة وتعرج بروحك إلى السماء. ممكن تصلي كده الأسبوع الجاي؟ طب ممكن النهاردة تفتكر حكاية طفي جهازك العصبي ده وتروح تصلي 2 ركعة بالليل النهاردة؟ على فكرة احنا لما صلينا المرة اللي فاتت 2 ركعة ما كناش نقصد 2 ركعة نهضة، أنا كنت بهزر، كنا نقصد 2 ركعة قيام ليل. ممكن النهاردة لما تروح بيتكم تصلي 2 ركعة بنية أنا مع الله. وعلى فكرة أخواننا، أنا عايز أقول لكم حاجة، وانت بتطفي جهازك العصبي القلب بيصفي المشاكل اللي جواه. أصل القلب فيه مشاكل كتير والله العظيم. في القلب قلق مخلوق كده لا يسكنه إلا الإقبال على الله. صلي. في القلب خوف لا يذهبه إلا الإقبال على الله. صلي. في القلب حرقة على الدنيا لا يطفئها إلا الوقوف بين يدي الله. في القلب وحشة الآن وحاسس بوحشة كده لا يسكنه ولا يؤنسه إلا الإقبال على الله. صلي. فأنت بتعالج الوحشة والقلق والخوف والحرقة وفي القلب فرقة كده عنده 100 حاجة عايز يعملها لا يلمها إلا الإقبال على الله. فأنت بتحل كل المشاكل دي في 5 صلوات. صلي. طب تيجي نشوف النبي، مش هو اللقاء اسمه على خطى الحبيب؟ طب تيجي نشوف النبي بيصلي ازاي. يعني تعالوا نسمع اتقال ايه عن النبي وهو بيصلي، يمكن يعني انا عايز في اللقاء النهارده في فقره الصلاه لما تروح تفتكر النبي، مش هو قال صلوا كما رايتموني اصلي؟ قال كده ولا ما قالش كده؟ طب انت كلنا بنصلي كما رايناه يصلي في ايه؟ في المظهر الايه؟ طب هو من جوه كان بيبقى عامل ازاي؟ طب كل ما احنا كلنا حافظين ده، احنا حافظين بطريقه الجلسه في التشهد كان صوابعه بتبقى عامله ازاي، بيرفع ايده عامله كل حاجه حافظينها، كان بيجهر بالتسميه ولا ما بيجهرش بالتسميه، طب قلبه كان بيبقى عامل ازاي؟ عمرك فكرت في الحكايه دي؟ طب اسمع كده وحاول تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم. ارحنا بها يا بلال. طفي وجهك. ارحنا. طب اسمع دي وهو بيقول لزوجته دعيني أقوم لربي ساعة، وهي ترد عليه وتقول له أحب قربك وأؤثر هواك. هوا مش مع مراته، هوا مع ركعتين. طب اسمع كده وهو بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، بس قبلها قال إيه؟ حبب إلي من دنياكم الطيب العطور والنساء. أنا مش هاجر الدنيا، لكن وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني إيه قرة عيني؟ حد عارف؟ ما يملاش عيني من الدنيا قد ركعتين. مش هي قرة عيني يعني كده؟ ما يملاش عيني من الدنيا. طب أنت إيه أكتر حاجة بتملى عينيك في الدنيا؟ فلوس. عايز أتجوز. ايه صحيح، ايه قرة عينك؟ في بنت الهدوم. انت قرة عينك ايه؟ هو قرة عينه الصلاة. انت قرة عينك ايه؟ طب ازاي هو قرة عينه الصلاة؟ رأيت النبي وهو يصلي، انس بن مالك، فسمعته وهو يركع يقول اسمع الكلمات، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.
أنا خلاص كله حتى أعصاب إيدي خشعة لك، سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. أنا كنا نسمع لرسول الله وهو يصلي أنينا كأنين المرجل المرجل من البكاء. عارف الحلة لما تغلي، لما تغلي مية فتسمع الصوت ده، وشوف ذوق النبي وأدبه، في ناس تبكي فتسمع لها إيه يصرخ، لكن هو أنينا كأنين المرجل يا على ذوقيات الصوت صلى الله عليه وسلم. في إيه يا جماعة؟ اشمعنى صلوا كما رأيتموني أصلي في الدنيا ومحدش قادر يتخيل صلوا كما رأيتموني أصلي في المشاعر والأحاسيس؟ نفسي مش هبقى زيك يا رسول الله، نفسي أقرب بس الأسبوع الجاي، نفسي ما هو على ما هو اللقاء اسمه على خطى الحبيب، نفسي يا رسول الله بس أقرب حاجة بسيطة. إيه رأيك؟ طب اسمع عن ربيع بن كعب يقول: كنت أخدم رسول الله بالنهار وأبيت على بابه بالليل، فأسمعه هو خارج البيت، فأسمعه وهو يسجد، هو بره، أسمع صوت النبي خافتا يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فلا يزال يقولها حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. احنا سبحان ربي الاعلى الثالثه بنكون في الاعلى اصلا، بنكون طلعت. فاسمعه يكررها حتى امل او تغلبني عيني فانام. فقلت له يوما: يا رسول الله. قال: سلني يا ربيعه. قلت: اسالك مرافقتك في الجنه. فقال: اعني على نفسك بكثره السجود، اسجد كتير تبقى معايا. الصلاة برضو ايه السر يا اخوان؟ دخل عروة بن الزبير على أمه، على خالته عائشة، فقال: يا خالتي، يا أمي، لأنه هي أم المؤمنين، حدثيني بأعجب ما رأيت من رسول الله. فقالت: أعجب ما رأيت من رسول الله، دخل علي يوما بيتي ثم قال: يا عائشة، دعيني أصلي لربي. في حاجة الصلاة مع الرسول، في حاجة احنا مش عارفينها، احنا خدنا من بره. فقام يصلي فبكى. لسه مش عجيب دلوقتي، ايه العجيب اللي جاي؟ ثم ركع فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم قعد فبكى، ثم سجد فبكى، ثم قام فبكى، ثم ركع فبكى، ثم قام فبكى، ثم سجد فبكى، ثم قعد فبكى، فما زال يبكي حتى جاءه بلال يؤذنه لصلاة الفجر. احنا بنبكي في الصلاة 5 دقائق 10 دقائق، وبيني وبينكم ما تقولوش لحد، ساعات عشان نفضي مشاكلنا، لكن ده شكله بكاء تاني، ده بكاء حب. في سر، في سر. فضل كده، ثم ركع فبكى، ثم سجد، طول 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 الصلاة كده. فجاءه جبريل فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ فجاءه بلال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أبكي يا بلال، ونزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. طب أعمل إيه عشان أجيب، ممكن أجيب الكلام ده الأسبوع الجاي؟ طب أنا هقول لكم على يعني محاولة. هل يا جماعة، هل يا إخواننا، هل السر، هل الموضوع ده له علاقة، هذه الحالة الرائعة اللي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالكوثر؟ كوثر إيه؟ هل لها علاقة بنهر الكوثر؟ خلي بالكم، إنا أعطيناك الإيه؟ فإيه؟ المرة الوحيدة اللي جه فعل الأمر لرسول الله في الصلاة فصلي، وغير كده كلها إيه؟ أقم الصلاة، أقيم الصلاة فصلي،
كان الموضوع ده شغلني، وإذا بمفاجأة الحقيقة أجد كلام للسيدة عائشة في هذا الموضوع الصلاة والكوثر، وأجد كلام بعديها بسنين في الكتاب اللي قلت لكم اللي عايز يقرأ علاقة الصلاة بالنهضة، كتاب اسمه كيمياء الصلاة، الصلاة لإعادة بناء العالم للدكتور أحمد خير العملي، وأنا اتكلمت عنه المرة اللي فاتت بس قلت لكم أنا مش عارف اسمه، فبعد ما روحت لقيت واحد بيتصل بيا أنا أحمد خير العملي هو مش مصري، عراقي من أهل العراق، فكانت مفاجأة، وده الكتاب وأنا بنصحكم تقروا هذا الكتاب، هو 5 أجزاء والرجل في الثلاثينات من عمره، اسمه كيمياء الصلاة، الصلاة لإعادة بناء العالم، والكتاب رائع موجود في، أنا جبته من دار جرير، من معرفش مكتبة جرير موجودة، مش بعمل يعني مش بعمل دعاية لحاجة، بس الكتاب رائع، وهو ده مرجع أنا محضر منه، الكوثر. تيجوا معلش تيجوا نمشي كده مع نعيش مع تفاعل النبي من خلال هذه الصورة. هل الكوثر حافز؟ هل هي الصورة أقصر صور القرآن؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن سورة الايه؟ العصر، النهاردة الكوثر، أقصر صور القرآن 10 كلمات 3 آيات، ترتبها في نزول القرآن رقم كام؟ مين يقول وياخد جايزة؟ مين يقول وياخد؟ لا كتير ها ترتبها وياخد 100 جنيه، لا 108 حرام عليك يا رجل، لا ترتبها في النزول يعني نزلت هي من أوائل ما نزل، لا خلاص نعم 10، لا راحت عليك بس قربت يعني، هي ترتبها رقم 15، الحمد لله أنا ما حدش ترتبها في النزول الصورة رقم 15، وسبب نزولها كلكم عارفينه، هذا الواحد من قريش بيعاير النبي ان اولاده بيموتوا مش كده، فبيعاير النبي انت ما بيعيشلكش اولاد، كل ما بيتولد لك ولد بيموت، وانا اولادي كتار جدا، فنزلت الايه ان شانئك هو الابتر يعني المقطوع، الولد هو اللي مقطوع، بس ممكن تقرا الصوره معايا تاني وتقول لي ايه العلاقه بين الثلاث ايات وبعضهم؟ إنا أعطيناك الكوثر، إيه علاقتها؟ فصلي لربك وانحر، وإيه علاقة صلي بانحر؟ يعني وإيه علاقة الاثنين بإن شانئك هو الأبتر؟ وإيه علاقة الصلاة بالأبتر؟ مش فاهم، أنا مش فاهم، يعني دي أقصر صور القرآن وأنا مش لاقي علاقة، صح ولا لا؟ فين العلاقة؟ بس في مفاجأة تانية، إيه الصورة اللي بعديها؟ مين يعرف الصورة اللي بعديها إيه؟ لا هات لي المصحف، عايز مصحف، عايز مصحف، نعم لا مش المصحف، بعديها في النزول، مين يعرف ايه اللي نزل بعديها مفاجأة؟ ايوه مين اللي قال؟ الله يبارك لك، التكاثر، والله لا تاخد والله لا تاخد ال 100 جنيه تفضل لا من غير تسقيف، من غير لا من غير تخيل حاجة غريبة جدا يا اخوانا، انت ملاحظ الكوثر نازلة بعديها ايه؟ الاتنين مشتقين من فعل ايه؟ كثر او التكثير، بس في مفاجأة غريبة جدا، الكوثر جاية في معنى المدح والتكاثر جاية في معنى الايه؟ الذم، عمالين تكتروا الفلوس، ألهاكم التكاثر، عمالين تزودوا فلوس وفلوس، وعمالين تزودوا في كذا وعمالين تزودوا في كذا، خلي بالكم اخرتها ايه؟ حتى زرتم الايه؟ المقابر، أخرة التكاثر مقابر، وأخرة الكوثر إيه؟ خلود، إنا أعطيناك الكوثر، خلاص خالد في، والاتنين نازلين ورا بعض، والاتنين الفرق بين الاتنين كبير جدا جدا جدا، الكوثر والتكاثر والاتنين عكس بعض، برضو مش فاهم، يعني أنت عايز تقول إيه في الآخر؟ عايز أقول في الآخر حاجة مهمة جدا، عايز أقول إن المعنى الكلي، أنتوا فاكرين إن التكاثر، انتوا فاكرين ان الكثره كثره الفلوس والولاد واللبس والهدوم والعربيات والموبايلات واللبس اللي في انتوا فاكرين والمجوهرات والساعات، انتوا فاكرين ان هو دون التكاثر؟ الكثره الحقيقيه
هي كثرة محمد إن هو أكثر من الخير، هي دي اللي بقية. لأن كلمة كوثر في اللغة معناها الخير الكتير، معناها ديني نهر في الجنة. السيدة عائشة حلت الموضوع إزاي؟ قالت لك أعطاه الله كوثر في الجنة لما كثر خيره في الدنيا. لأن السيدة عائشة كان عندها مشكلة. إيه المشكلة؟ كوثر لها معنيين، نهر في الجنة ده المعنى الديني، طب والمعنى اللي في المعجم في اللغة العربية الخير الكتير. فالسيدة عائشة قالت يبقى نجمع المعنيين مع بعض، لما كثر عطاؤه وخيره في الدنيا حصل إيه؟ أعطاه الله كوثر الجنة. كأن تاني، كأن المعنى إيه؟ إن كثروك يا محمد بالمال والأولاد فكاثرهم بالخير والعطاء. وصلت؟ كأن المعنى المزيف للكثرة كثرة الفلوس والهدوم، والمعنى الحقيقي الباقي للكثرة كثرة الإيه؟ كثرة الخير. إن أعطيناك الكوثر، هم حيفنوا وهم نهايتهم المقابر، وإنت عشان خيرك كتير يا محمد فالخلود هو نصيبك، هو اللي أبطر، هو مع إنه الراجل عنده عيال والنبي اللي ما عندوش عيال، هو اللي هيخلص، لأنه هيخلص قريب قوي بعد كام سنة هيموت وهو وعياله خلصوا، لكن أنت الباقي لأن الخير بتاعك كتير. كأن ربنا بيعلمنا إياكم والتكاثر، لكن ركزوا على الكوثر، ركزوا على الخير الكتير، ما تركزوش على الإيه؟ على تكاثر الدنيا. طب وإيه علاقة ده كله بالصلاة؟ أنت بتحكي لنا كل الكلام ده، سبيلك إلى الكوثر صلي كتير، صلي علشان يزيد معنى الخير جواك، عشان تحب العطاء. عشان كده قال وانحر. ليه؟ النحر اللي هو إيه؟ إطعام الناس، مش كده؟ علشان تقدر إنك تنحر صلي، عشان يكثر خيرك صلي. بس إيه؟ بس إيه؟ ممكن تصلي كده بقى الأسبوع الجاي؟ هل ده السر عند النبي؟ أنا عايز أعمل ده. النبي ده، النبي هو خير الأرض. عرفت كان بيصلي ويبكي ليه؟ أنا عايز الكوثر، وعايز أقدر على الخير الكتير في الدنيا بمعنيهم، كوثر الدنيا وكوثر الآخرة. فصلي، إن أعطيناك الكوثر عشان تاخده فعل أمر. فصلي بسرعة، قم صلي لربك وكتر الخير وانحر. أنت اللي باقي، لو كثر عطاءك بصلاتك. ممكن تصلي وكل ما تصلي ركعتين تفكر ايه الخير اللي هتعمله بعد الركعتين دول. يعني انا وانا بصلي العشاء دلوقتي كانت النيه بتاعتي، كانت نيتي ايه بعد صلاه العشاء؟ وانا بصلي العشاء يا رب انا هقول كلمتين فيهم خير عشان انفع بيهم الناس. ممكن كل ما تصلي الاسبوع اللي جاي تفكر في الخير اللي هتعمله بعد الصلاه، ان شاء الله حاجه قد كده، إن شاء الله تشيل ورقة من شارع. إيه رأيك؟ المرة اللي فاتت قلت لك أقم الصلاة وأقم معها الحياة، النهاردة بقول لك افتكر سورة الكوثر. الكوثر والتكاثر، أنت تبع مين؟ الرسول تبع الكوثر، أنت على خطى الحبيب، وعشان تجيب الكوثر روح صلي، روح صلي. خلي بالكوا الكوثر ده إيه؟ ده نهر، مش كده؟ نهر. خلي بالك النهر شغال معانا في أحاديث النبي عن الصلاة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم، الموضوع ماشي نسق واحد، يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال درنه ولا قال خطاياه؟ إيه الفرق بين الدرن والخطايا؟ الخطايا الأخطاء، الدرن جذور الأخطاء، جدرها من جوه. صلي علشان تقتلع جذور الأخطاء فيكتر خيرك، فتقدر إنك تعطي. يبقى لو حضرتك بتصلي، عرفتوا ليه أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة؟ بص بقية الحديث، فإن صلحت إيه؟ صلح العمل كله، لأن الصلاة هي اللي بتجيب الخير، فأكيد هيصلح العمل كله. وإن فسدت فسد العمل كله. فسدت مش ما صلاش،
مش مطفي جهازه العصبي ومش مركز ومش حاسس بأنه هو هيفعل الخير بعدها. شوف حرص أرحنا بها يا بلال. تعال بقى نقرأ حديث النبي تاني. أرحنا بها يا بلال ليه يا رسول الله؟ عشان أخد طاقة الخير اللي بعده، عايز أبذل الخير. أنا شغلتي 23 سنة أنشر الخير في الأرض، ولذلك نزلت الصورة رقم 15، نزلت في الأول خالص، لأن دي طاقة الخير اللي جواك. لو لقيت نفسك بتصلي وما فيش خير بين صلاة الظهر وصلاة العصر، عندك مشكلة في صلاة الظهر وصلاة الصلاة دي تجيب نهضة صح، الصلاة دي تعمر الأرض. ما بقتش أداء واجب، ما بقتش أسقطت الفريضة، ما بقتش عشان ما تعاقبش، ما بقتش عشان أريح ضميري، ما بقتش علشان طب هعمل إيه مضطر أصلي، ما بقتش علشان يمكن أعيط، ما بقتش علشان، بقت بقيم الحياة الأسبوع اللي فات، وبقى الأسبوع ده هعمل خير إيه بعد الصلاة؟ كوثر. كأن الصلاة تجعلك تتكوثر. تتكوثر بمعنى تكتر الخير جواك. نهر عطاء، أعطيناك الكوثر بالصلاة. هتاخد نهر فياض من الخير لو صليت. فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أنت باقي، خيرك هيبقى، ما تخافش، مش أنت هتموت، لا أنت باقي. صلي لتكثر خيرك، لتكثر، شوف أنا والله قلتها من غير ما أخد بالي من كلمة كوثر. صلي ليكثر خيرك لتضمن البقاء، والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أنا خلصت الجزء الأولاني، مين بقى يعاهد يصلي كده الأسبوع اللي جاي وياخد النية؟ طب مش لاقي حاجة أعملها، مش لاقي حاجة خالص، صليت ومش لاقي خير أعمله. أمك موجودة، موجودة جوه، روح بص إيدها. الصلاة بوصفها وسيلة لتكثير خيرك. يا سلام، صل رحمك تليفون. لكن لو صليت صلاة وجيه عليك الصلاة التانية ولسه باقي من درنك شيئا، ها، ما كنتش، لا انت ما كنتش، مش هي دي خطى الحبيب، ما كنت بعيد قوي. طب صدق اخوانا، لو صليت بالحكاية دي الاسبوع اللي جاي كله، صدق ان انت قريب قوي، صدق انك هتبدأ تخشع بجد. يعني انت طول عمرك عايز تروح للخشوع من باب الخشوع، يعني طب روح له من باب الخير كده وشوف الصلاة هتبقى عامله ازاي. الله اكبر، يا رب عني على الخير بعد الصلاة دي، يا رب اعمل خير. مين ينوي بقى يصلي كده؟ اللي ناوي يصلي كده الاسبوع جاي يرفع ايده. الله اكبر. وانا ناوي ان شاء الله. طيب الواجب العملي، الواجب العملي اكتب بقى عندك في الكراسة بتاعت على خطى الحبيب ايه؟ صلي وافعل الخير، واجعل نيتك في صلاتك فعل الخير. كل يوم صلاة، عايزين صلاة في اليوم، مش الخمسة، صلاة في اليوم، صلاة يعقبها خير. الله على الصلاة اللي بتبني. ده انسان النهضة فعلا، ده راجل بتاع نهضة ده. صلي وانوي فعل الخير بعد الصلاة، واحدة في اليوم مش الخمسة، واحدة في اليوم، واحدة كل يوم، كل يوم. تخيلوا احنا كل اسبوع هنعمل مع بعض كده. طيب ننقل على اللي بعده، اتفقنا خلاص. طيب النقطة اللي بعدها، اسم من اسماء الله الحسنى، هنربطه بخلق. مش احنا قلنا عندنا اختراع جديد ان احنا هنروح لاسماء الله الحسنى، هنروح للاخلاق من باب ايه؟ أسماء الله الحسنى. وقلنا فكرة جميلة، قلنا هناك فرق بين هدوم متلونة بلون وبين صبغة. الصبغة تطلع ولا ما تطلعش، لكن اللون يطلع، صبغة تقيلة. فقلنا ربنا بيقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. عايز توصل يتصبغ قلبك بفكرة يا عم، روح لها عن طريق اسم من أسماء الله الحسنى، اختراع من عندنا. تعالوا نعيش مع، بس قبل ما نعيش مع اسم من اسماء الله الحسنى، اسماء الله الحسنى دي يا اخوانا في حاجه عجيبه قوي. انت عارف انا لما اقول لك تعرف فلان تقول لي اعرفه، اقول لك تعرفه كويس، تقول لي اه فلان ده طويل وعريض، اقول لك لا ما تعرفوش،
تعرفه يعني تعرف صفاته، تعرف فلان، فلان كريم قوي ورحيم قوي وحنون قوي. اه انت تعرف فلان، تعرف ربنا، تعرف ربنا، تعرف صفاته. واحنا بنعمل كده في اللقاء ده، عارف صفات ربنا، عارفها كويس. تخيل لو تيجي يوم القيامة صليت وصمت مش عارف صفاته، تخيل. تخيل لو ده بيبقى راجل ومراته فضلت مخطوباله سنة وبعد كده تقول ده واحد غير اللي اتخطبت له، ده واحد تاني انا ما عرفتوش. مش كده، مش بيحصل كده في دنيا الناس. وساعات يتجوزوا بالعشر سنين وبعدين يعمل فيها حركة وحشة جدا تقول مش ده اللي انا اتجوزته، ده انا طلعت مش عارفاه. انا احكي لكم حكاية. انا مرة ليا صديق، صديقي ده ابوه من النوع اللي ما كانش فاضي ليه خالص، يعني ما بيديلوش وقت ولا فضيله على الاطلاق. فالشاب دون كان بيلعب كورة، كان بيقف جون في الفريق بتاع المدرسة بتاعته. فجي ماتش النهائي لفرقة المدرسة، فقعد يتصل بابوه أرجوك تعالى احضر، أرجوك تعالى احضر. فابوه يعني قدام الزن راح حضر، بس راح يحضر ابوه مش فاضي وعمال ماسك التليفون وعمال يتكلم وعمال. فعيني الولد واقف في الجون وعمال يعمل اي حركات مش عشان يلفت نظر الناس، عشان يلفت نظر ابوه. لكن في وسط الماتش ابوه جاله تليفون فخد بعضه ومشي. فهو هو بيحكي لي بيقول لي انا كملت الماتش، بس كملت الماتش وانا بعيط. بعديها بشويه ابوه توفى، فبيقول لي وقفت على قبره لقيت نفسي بقول له انا ما عرفتكش، انا كان نفسي اعرفك، كان في اهم مني ايه انك تعرفه وما تعرفنيش وما تخلينيش اعرفك. خساره، ما كانش في حاجه اهم من ان احنا نعرف بعض. دي قصه انسانيه مؤثره. تخيل لما تيجي يوم القيامه مع ربنا اللي خلقك، انت عارفه كويس. عشان كده انا بدخل من اسماء الله الحسنى. الاسم اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده، ويا سلام لو عرفته بالاسم ده هتحبه بشكل، اسم الله الستار. الستار، شوف واحد جنبي قال الله استرني يا رب، هو ده اللي انت قلته ده، انت كده عارفه. اسم الله الستار، ستر الشيء اي غطاه، ستر الشيء اي حجبه. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إيه؟ حجابا مستورا. ومنها جت كلمة ستارة اللي بيننا وبين الستات دي، ستارة لا 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 تظهر ما خلفها. ومنها جت كلمة سترة، ستر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يستحي أن يفضح عبده. آسف، إن الله حيي ستير يحب الستر والحياء، يحب الستر. أو شوف كده، كده عرفته بصفته، صفته دي. وبعدين خلي بالك، خلي بالك من حاجة، الستار الذي يغطي عيوب عباده. فاكر بقى، فاكر سترك قد ايه؟ فاكر سنة 2010 و 2011 القريبين دول، سترك قد ايه؟ فاكر، فاكر الذنب الفلاني؟ فاكر المعصية الفلانية؟ يا رب عرفتك بصفاتك يا رب. فاكر، فاكر، فاكر الكذبة اللي كذبتها على ابوك؟ فاكر لما كدبت على ابوك وكنت خلاص هتتفضح وسترك؟ طب وليه ذنوبه بس؟ فاكر لما سترك في الامتحان الفلاني ما كنتش هتعدي؟ طبعا كل الطلبه
عرفوا دلوقتي ربنا باسم الستار. فاكره لما سطرك في المشكله الفلانيه وكانت هتضر بسمعتك؟ فاكره ازاي داير على سمعتك؟ يا ده في ناس قاعده هنا بيعملوا ذنب بقالهم 10 سنين، هو نفس الذنب وساترهم بقاله 10 سنين. سبحانه وتعالى ولا حد عارف حاجه. وليه ذنوبه بس؟ فاكر سترك في الفلوس ازاي؟ والله العظيم ده انت مره كنت هتتفضح قدام مراتك واولادك، ما كنتش عارف تعيش، ما كنتش عارف تاكلهم، كان هيحصل لك مصيبه. فاكر؟ انا متاكد ان انا وانا بقول فاكر دلوقتي كل واحد بيفتكر قصه. كم قصه؟ احنا كام النهارده؟ 2000 ولا 3؟ كم قصه؟ كم قصه ستر موجوده جوه المسجد ده دلوقتي؟ يعني لو بس قعدت تكتب سترك في ايه هتعيط، هتبكي، هتحبه، هتعبده بطريقه مختلفه. وبعدين انا عارف انك عايز تسال هو ليه كل الستر ده. هو بيحب الستر صفته. مش انا لسه قايل لك الحديث ان الله ايه؟ حيي ستير يحب الستر والحياء يستحي ان يفضح عبده. طب وليه قال حيي؟ يعني عرفنا ستير، ليه جت حيي مع ستير؟ يستحي من الضحك. والله الواحد خجلان، انا وانا بتكلم مكسوف. حيي ستير. لا بس في حاجه تانية، اسمه الستار له علاقه بالنهضه. طبعا هو صفته حيي ستير بس له علاقه بالنهضه. تخيلوا لو الاله يفضح ولا يستر، غلط تتفضح، يحصل ايه في الارض بعد شويه؟ فجر، صح ولا لا؟ خلاص، مش كنت متغطي؟ مش اتشال غطا؟ خلاص. فالستر صفته، والستر من اجل اصلاح الارض والنهضه وبناء الحضاره. لا خليك مكسوف وداري على نفسك وبص حواليك ونسترك، ولأن الفضايح تبقى في الأرض. مصر اليومين دول مليانة فضايح، وبقى سهل الناس تفضح بعضها على النت، والناس عجبها الحكاية دي. وده عرفتوا ليه أنا اخترت الخلق ده النهاردة. أنا مش جاي أتكلم كلام إيماني بعيد عن واقعنا، أنا جاي عايزين نعمل نهضة. ستير يحب الستر عشان البلد تقوم، يحب الستر عشان المسلمين يحترموا بعض. فهمت ليه النبي على خطى الحبيب هلا سترته بثوبك؟ لأن تخبئة المعصية تحمي. في دعاء جميل قوي، هو أثر على النبي صلى الله عليه وسلم بس سنده ضعيف، بس جميل قوي قوي قوي. بيقول إيه؟ يا من أظهر الجميل وستر القبيح. والله يبقى ناجي ربنا بيه بالليل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. على فكرة يا جماعة، أظهر الجميل وستر القبيح مش بس ذنوب ومعاصي. ليه خدتها بس ذنوب ومعاصي؟ بص لشكلك. ممكن حضرتك تقف قدام المراية، أقف كده قدام المراية، شايف جلدة الوش دي اللي أنا ماسكها دي؟ ده جلد وشي مش كده؟ تحتي إيه؟ لا عظمي أسوأ من العظم، دم. شايف شفايفك دي؟ طب شيل القشرة تحتيها إيه؟ دم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. يا بص بقى في المراية، الله ده أنا شكلي كويس قوي. طب روح كده المقابر، عشان كده سترهم تحت الأرض، لأن خلاص ما عادش ستر الوجه موجود، مش هتقدر تبص، فستره تحت الأرض. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. تخيل لو أمعاءك باينة مش متغطية بجلدة البطن. تخيل، يا تخيل أمعاءك باينة، تخيل منظر.
تخيل لو لحم وشك دون، والله العظيم ما حد يقدر يبص في وش حد، ما كانش راجل وست اتجوزوا، والله ما بهزر. تخيل المنظر يبقى عامل ازاي، يعني يا من اظهر الجميل وستر القبيح. لا مش كده وبس، يا من اظهر الجميل وستر القبيح، كل واحد قاعد هنا راجل وست، بنت وشاب، عنده حته في حياته عايز يخبيها، صح ولا لا؟ حقه يا اخي، مش لازم حاجه حرام، عيب خلقي، حاجه في جسمه، مشكله عائليه مش نفسه محدش يعرفها، واحد في العيله عامل مصيبه ومش عايز يتقال ان هو اسمه على اسمه، صح ولا لا؟ والله العظيم، وتعيش مستور وتموت مستور، والعيب الخلقي ده محدش شافه. يا من اظهر الجميل وستر القبيح، حبيته ولا لا؟ ده انت النهارده هتروح كده بقى معاك الركعتين اللي قلنا عليهم، وكمان معاك الستار، تروح بقى كده تسجد. لا ده 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 مش بس يا من اظهر الجميل وستر القبيح في شكلنا، تخيل لو الذنوب لها ريحه، تعمل الذنب يطلع له ايه؟ طب هو العرق مش له ريحه؟ هو مين اللي خلى العرق له ريحه؟ خلقت ربنا مش كده؟ طب ايه رايك لو كان خلى الذنوب لها ريحه؟ في منع؟ تخيل بقى واحد ماشي سدد مجاخيره وعمل مصيبه وقافل على نفسه البيت وعمال يسد من تحت عقب الباب، يحسن الريحه تطلع على البيت من جوه والدنيا كلها. طب ما كناش والله نقدر نتجمع، ما يجمعش عيله في بيت، والله ما حد يقدر يقعد جنب حد. يا من اظهر الجميل وستر القبيح. طب تخيل لو عمل فينا زي ما عمل في بني اسرائيل، اللي يغلط يتكتب على باب بيته، فلان امبارح عمل كذا كذا كذا، تخيل لو يتكتب على جبينك كذاب، مفيش خالص كبير، يعني ان انا عايز افضل اقول يعني ان الله حيي ستير، يحب الستر والحياء، يستحي ان يفضح عبده، مش عايز يفضحك، إله عظيم، إله تحبه. يا من أظهر الجميل وستر القبيح. تخيل لو الذنوب بتشيلها على كتفك، مش أنت هتشيلها يوم القيامة، صح ولا لا؟ وهم يحملون إيه؟ أوزارهم على إيه؟ على ظهورهم، يجوا يوم القيامة شايلين ذنوبهم. واحد عاكس بنت الجيران يجي شايل الشقة بتاعت بنت الجيران على شيل، مصيبة. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، شيلة تقيلة. طب تخيل لو كانت الذنوب بتتشال في الدنيا مجسمة، يعني تعمل الذنب تلاقيه ممسوك والناس تشوفه، يعني الكذبة دي ما بتتمسكش، واحد كذب ما فيش، مش مجسدة، لكن يوم القيامة تيجي مجسدة. طب تخيل لو بتتجسد في الدنيا، طب بلاش، تخيل يوم القيامة بين الستر والفضيحة، تخيل واحد ايده بتشهد عليه، لا عمل بي كذا كذا كذا، او تخيل ينادى يوم القيامه ليقم من اخروا الصلاه فتقف، ليقم من عق امه فتقف، يقف فضيحه، ليقم الكذابون، ليقم الخائنون، ليقم، ويجي عليك انت بقى ادن عبدي. بص بقيه الحديث، فتدنو فيرخي عليك ستره، ما حدش يسمع، فيقول لك اتذكر ذنب كذا، اتذكر ذنب كذا، فتقول له ايوه يا رب، فيقول لك سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم، اذهب فادخل الجنه، فما ستر في الدنيا يغفر يوم القيامه، وما فضح في الدنيا يوضح يوم القيامه. الستار اسم جميل مش كده؟ طيب ايه بقى؟ ايه الخلق؟ عايز ربنا يسترك؟ ها الصبغه اهي، هنتصبغ بخلق دلوقتي، عايز ربنا يسترك؟ عندي وصفه من حاجتين، ها وصفه للستر، يعني انت مستور بقالك كام سنه؟ خلي بالك احيانا كده بس قرصه صغيره، ها بوادر فضيحه
عشان تلم نفسك. عايز تفضل مصطوب لغاية ما تموت؟ عندي حاجتين أخلاقيتين. الأولى أستر الناس عشان ربنا يسترك. اوعى تفضح حد، مالكش دعوة باللي بيحصل في البلد، ما تخشش، مالكش دعوة، ما تخشش على النت وتكتب ده فلان ده كذا 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 كذا، ما تنقلش، مالكش دعوة، مالكش دعوة، يشتموا يفضحوا، ما تفضحش، ما تفضحش. هتقولي طب ولما يحصل غلط أعمل إيه؟ اسمع كلمة الفضيل بن عياض، المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك الستر ويفضح. انت مين فيهم؟ ينصح المؤمن يستر وينصح، سواء لصاحب الفعلة او للدولة او للمسؤول، فاهمين؟ ينصح. انت شغال في قطاع والقطاع دون في كذا كذا كذا، ازاي ننصح عشان نوقف الحكاية دي؟ مش معناه ان انا سلبي، لكن تقف تفضح. المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك الستر ويفضح. يا ستات وتقوم متكلمة، شفتي فلانة بيقولوا عليها ايه؟ ده لسه امبارح في النت كاتبين عليها كذا 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 كذا. وبعدين انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت متخيل يبقى ربنا سطر واحد؟ انت مين انت عشان تفضح لربنا؟ انت مين انت علشان ربنا ينزل ستارة ستر البني ادم فتيجي انت وتزيل الستار؟ انت مين اللي علمك تعمل كده؟ انت ازاي جات لك الجرأة تعمل كده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورات الناس ليفضحهم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. عشان تبقى بجلاجل، مش هتطلع الفضيحة من بره، من جوه البيت تكدبها ازاي دي؟ ليه جوه في بيته تكدبها ازاي؟ بتطلع من جوه البيت حتى يفضحه فيها. لا يا عم انا عايز ربنا يسترني، انا ماليش دعوة، انا هقلد السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي لما تسألت على السيدة عائشة هي عملت كذا ولا كذا في حادثة الإفك، قامت قايلة ايه؟ قالت احمي سمعي وبصري. لا أنا خايفة على أوداني وعلى عناية، أحمي سمعي وبصري، مخبية. احميهم، احميهم عشان ربنا يسترك. بقى أنت تروح تفضح حد وفكر إن ربنا هيسيبك؟ هتفضح. وصلت يا إخوانا؟ أهو خلق، ده خلق، خلق الستر، ومصر محتاجة اليومين دول، محتاجينه على النت يا شباب. ما تعملش شير، لما تلاقي فضيحة ما تعملش، شيل إيدك، شيل صباعك وقول له يا رب عشان تسترني، عشان تديم عليا، انا لسه عمري لسه فيه ايام وايام، انا لسه شاب صغير، استرني في اللي جاي. دي الاولى. التانيه جامده جدا. عايز ربنا يسترك، وصفه برضه، حافظ على حدودك مع ربنا. يعني ايه حافظ على حدودك مع ربنا؟ ازاي؟ بص، شايف ازازه الميه دي؟ ازازه الميه دي، شايف الميه اللي فيها؟ تعال نتخيل ان انت ذنوبك كده، وان الازازه دي هي حد الستر. ها ذنوبك هنا مسطول، ذنوبك هنا مسطول، مسطول ذنوبك هنا. خلي بالك انت بتقرب هتتفضح، خلي بالك، خلاص فاضلك حاجات بسيطه وتتفضح. طلعت عمره نزلنا تاني. حد فاهم المثل اللي انا بحكيه ده؟ ها يلا نرجع تاني، تبت، يلا نصفر العداية، اتفضيت الازازه، يلا ها تاني ماشي. ها وصلت للحدود وعديت. هو ربنا حطك جوه حدود ستره، انت اللي طلعت بره ليه؟ ما انت جوه الحدود. طب وانا اعرف الحدود ازاي؟ هتعرفها بالخبره. والله انا عارف حدودي. تلاقي نفسك لا 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 زودناها، استغفر بقى كده، لم نفسك بكره وبعده. او هو نفس الذنب بس اتعمل المره دي بفجر. لا بلاش كده. او جهرت بالمعصيه، جهرت يطلع كده عيني عينك. انت مش كنت بتستخبى الاول وانا سترك؟ مش كنت بتستخبى ومكسوف وانا سترك؟ تجاهر كده ببساطة. فهمتوا يا اخوانا؟
عايز يسترك حاجتين. انت عندك كم سنه دلوقتي؟ 25. عندك كم سنه؟ عايز يكمل لك سترك حاجتين. استر عباده تفضحهوش، والثانيه حافظ على حدودك مع ستر الله لك. مفيش واجب عملي، امال ايه؟ عيش مع الستر، عيش معاه. والله يا اخوانا اقول لكم حاجه، انا مشيت من مصر على لبنان سنه 2002، كنت خايف. ما هو الستر مش ذنوبه بس، الستر خوف على المستقبل، استرني في اللي جاي من عمري. فكنت بعمل حاجه فرقت معايا قوي الايام دي. كان عندي سبحه كده، انا كنت ساكن في بيروت في حته اسمها الرمله البيضاء، سكنت فيها قاصد لانها شبه اسكندريه. بيروت كلها ما فيش فيها رمله، كلها صخور على البحر. الحته الوحيده اللي فيها رمله هي اسمها الرمله البيضاء، فشبه اسكندريه شويه. وانا كنت وحشاني مصر واسكندراني، فروحت اسكندريه فين؟ في الرمله البيضاء. فكنت اطلع على البحر كل يوم قبل المغرب بنص ساعه، ومعايا السبحه بتاعتي، ومش عارف هيحصل لي ايه في مصر، ومش عارف هشوف ولادي ومراتي امتى. فامسك السبحه وافضل على البحر نص ساعه بقول كلمه واحده بس: يا ستار استرني، يا ستار استرني. وكنت افضل نص ساعه مستمتع مع الستار. انا بقترح عليكم تجربوا حاجه زي كده، هيرق قلبك رقه، وهتشعر بحنان، وكأن الله سبحانه وتعالى بينزل عليك ستارة ستره وبيغطيك. متخافش، مستور. جربوها كده التسبيحة دي وانتم مروحين النهارده بالليل: يا ستار استرني، يا ستار استرني، يا ستار استرني. ده القسم الثاني من اللقاء النهارده. فاضل القسم الثالث والأخير. بس الستار كده له علاقه بالنهضه يا اخوان. شوفوا ديننا طلعنا فاهمينه بشكل جزئي، انه بس عشان نتاثر وبس. طلع ان الستار من صفاته عشان يحمي الارض من الفساد. لو فجروا هيتعودوا على الفساد، واحنا عايزين الارض تتصلح. حصتك تجاهر؟ طب ما انت كده بتفسد، يبقى افضحك بقى خلاص. وشفتوا الصلاه اللي بتكتر الخير؟ كوثر. ده الإسلام، دي حقيقة ديننا، حقيقة ديننا بنى. مش ركعات تؤدى ثم غفلة، مش ركعات تؤدى منفصلة عن الحياة، من الثواب في الآخرة ملوش علاقة بالدنيا. غلط غلط، الدنيا مزرعة الآخرة. القسم الثالث والأخير اللي نأختم به وصية للشباب، وهو راكب بقى، لا والله مش شباب وبس، هو الكبار وانا وانت والستات والبنات اللي قاعدين والشباب الصغير. شوفوا يا جماعه، احنا القسم الثالث النهارده مهاره من مهارات الحياه، مش هناخد فكره ولا هناخد مشروع، لكن مهاره. مش انا الاسبوع حد فاكر المهاره بتاعت الاسبوع اللي فات كانت ايه؟ عصر الوقت، سوره الايه؟ سوره العصر. النهارده مهاره للحياه، والله العظيم نصيحه، يعني اعتبرني كده ابوك او اخوك الكبير وجاي اديك عصر عمري في نصيحه. بصوا يا شباب، طابور البطاله بقى طويل جدا، طابور الخريجين بقى طويل ملوش اول من اخر. عدد طلبه جامعات مصر كام؟ يعني انا رحت جامعه حلوان، فبسال بدي محاضره هناك، فبسال رئيس الجامعه بقول له: هو عدد طلاب جامعه حلوان كام؟ قال لي: 198 الف طالب. قلت له: دي حلوان، امال القاهره كام؟ قلت له: امال عين شمس كام؟ امال اسكندريه كام؟ امال اسيوط كام؟ طب امال اللي جايين من ثانوي كام؟ امال اتخرجوا السنه اللي فاتت كام؟ فايه متخيلين الطابور؟ يعني لو طلعنا الطابور بتاع الخريجين من المسجد هنا يوصل فين؟
يوصل ميدان لبنان مثلا. طب انت هتروح فين في الطابور ده؟ واقف. انا مش بيأسك هجيب لك حاجه دلوقتي كويس لها. يعني ترتيبك كام في الطابور؟ يعني حضرتك واقفه كام في الطابور؟ بس خلي بالكم الطابور ده مش هنا بس، ده الطابور ده في اليونان، والطابور ده في البرتغال، والطابور ده في اوروبا دلوقتي، ده طابور عالمي. طب عندي وصفه ليك، مهاره في الحياه للي عايز يعمل نهضه. هي النهضه ان احنا هنصلي ونحسن اخلاقنا بس؟ عندي وصفه، وصفه في الحياه تخليك تسبق الطابور ده كله. عارف لما بتبقى عربيه كده ماشيه على 20 وتيجي من جنبها عربيه تقوم كده عامله الهواء بتاعها اهو، انت هتبقى كده. عندي وصفه ليك تخليك طاير والناس كلها واقفه في الطابور وانت طلعت بره الطابور وعمال تجري تسبق الدنيا دي كلها. كلمه واحده بس، كلمه هختم بيها اللقاء النهارده. اتحرك. يعني اتحرك؟ روح اتعلم لك حاجه، روح اتعلم لك مهاره، روح اتعلم لك حرفه، روح اتعلم لك تصوير، روح خد لك كورس، روح اتعلم لك لغه، سافر في الصيف اشتغل بره شهرين وارجع. روح اتعلميني الكورس في اي حاجه من حاجات الحياه. ما تستناش، اوعى تقف مكانك، هتداس والله العظيم، هتداس، هيدوسك الزمن. معلش بقى، واللي بيشتغلوا كمان، اللي مش هيتحرك في الدنيا اللي احنا فيها دي هيداس، ومش هيبني لا نهضه ولا غيره، وبعد شويه مش هيبقى عارف يصلي، لان ذنوب البطاله أسوأ بكتير من كل الذنوب التانية. تحرك عشان يبقى معاك حاجات في ايديك تمشي بيها في الدنيا دي، معاك كذا كارت تمشي بيه، مش هو حاجة واحدة. أنا كلية تجارة جامعة القاهرة سنة تانية. قول لي كم واحد في المدرج؟ كم واحد في المدرج؟ أنا لما بشوف المدرج بدوخ. اتحرك، اسبق، اوعى تقف مكانك. انت بتعمل ايه؟ انا الحقيقه بروح الجامعه كل يوم وبذاكر بس. يعني ايه بس؟ ما كل الناس بتعمل كده، ما عشان كده كلهم واقفين في الطابور. اتحرك، روح اتعلم لك لغه، خش على الانترنت بدل ما بتلعب على الفيسبوك عمال تعمل شات ملوش لازمه، روح اتعلم لك حاجه اضافيه في الانترنت تخليك في مكان غير عادي، برمجه ولا غيره. بتعرف تسوق عربيات ولا لا؟ بتلعب رياضة ولا لا؟ روح اتعلم لك رياضة جديدة. اعمل أي حاجة، اتحرك. تشتغل عمل تطوعي ولا لا؟ ما تخش صناع الحياة. أنت فاكر إن العمل التطوعي عشان تاخد ثواب بس؟ ده بيبني السي في بتاعتك، ده بيكبرك، ده بيفهمك، ده بيعلمك الاحتكاك. ده الشركات المالتي ناشونال والشركات الكبرى دلوقتي بيحط لك وأنت جاي تتقدم يقول لك قول لي أنشطة أخرى بتعملها، ما بعملش حاجة، يبقى خبراته قليلة. العمل الخيري والتطوعي يكبرك، أنت المستفيد، اتحرك. سامحوني ان انا بقولها بالحمقه دي بس هي كده. اتحرك، اتحرك عشان انت كل يوم جمعه بتقرا سوره الكهف. يعني ايه سوره الكهف؟ هو انت ليه بتقراها كل يوم جمعه اصلا؟ انت مش فاهم اصلا انت بتقراها كل يوم جمعه ليه؟ ادينا بنقرا سوره الكهف. اضاء الله له نورا بين الارض والسماء، ليه؟ فيها ايه سوره الكهف؟ هي سوره الكهف فيها ثلاث قصص اساسيه. اهل الكهف موسى والخضر ذو القرنين، صح؟ قول لي ايه اللي بيجمع بين الثلاث قصص دول؟ لا، حركه. اهل الكهف حركه من اجل الدين، موسى والخضر حركه من اجل العلم، ذو القرنين حركه من اجل الاصلاح في الارض. ايه ده؟ عايز يقول لنا ايه؟ اتحركتوا الاسبوع ده ولا لا؟ وليه بنقراها كل يوم جمعه يوم الاجازه؟ عشان تاني يوم تشتغل، عشان حضرتك تفوق، علشان يوم الاجازه تراجع نفسك. الاسبوع اللي فات انا اتحركت كما ينبغي. أهل الكهف اتحرك من أجل الدين، إذا زنقوا عليك خد خطوة. موسى والخضر اسمع الكلمة، فانطلقا ثلاث مرات، فانطلقا. إيه انطلقا دي؟ ليه بدي بيها؟ ذو القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين، اتحرك. سورة الكهف. طب بقالك كم سنة بتقراها كل يوم جمعة؟ طب وبعدين؟ طب انعكست ازاي عليك سوره الكهف في حياتك؟ ممكن بقى الشفره كل ما تقرا سوره الكهف كل يوم جمعه تسال نفسك، انا اتحركت الاسبوع ده ولا ما اتحركتش؟ طب هعمل ايه الاسبوع اللي جاي؟
اتحرك عشان ما تموتش، مش بس عشان سورة الكهف، اتحرك علشان ما تموتش. عارف يعني ايه تموت؟ هتعجز وانت عندك 20 سنة. والله يا اخوان، وانا في انجلترا يناير والدنيا تلج، جار عنده 70 سنة متقاعد ما بيشتغلش، انا نزل الصبح غصب عن عيني رايح احضر كورس، الاقيه نزل الصبح ومتدفي واخد كراسته زي خطى الحبيب دي كده، وايه ونازل فيها. فبقول له انت رايح فين؟ قال لي انا رايح احضر كورس تاريخ الفن في اوروبا. يا عم تاريخ ايه ده، انت هتبقى تاريخ بعد 70 سنة. تاريخ الفن في اوروبا. وبعدين يرجع بالليل يبيض اللي الاستاذ قاله، وبعدين يروح تاني يوم يساله في اللي كتبه امبارح. فانا بساله بقول انت بتعمل كده ليه؟ والله العظيم قال لي حته الكلمه، قال لي عشان ما اموتش، عشان افضل عايش. في ناس بتموت وعندها 20 سنة، ميت ساكت راكن. اتحرك يا اخي اتحرك. ده النبات اللي بره ده، اطلع اتفرج على النباتات اللي بره لما ورقه فيه بتقدم بيعمل فيها ايه. يا اخي اتعلم من النبات، بيقطعها ويرميها ويطلع بدلها ورقه جديده خضراء. جدد ورقك يا اخي، جدد ورقك، خليك متجدد. اتحرك اتحرك عشان ربنا يرزقك. فامشوا في ايه، وبعدين لما تمشوا في مناكبها ايه، وكلوا من رزقه. مناكبها هاتها من كتافها. شوف شوف كلمه المنكب. يعني شوفوا اختيار، مش فامشوا فيها، فامشوا في من الانحط في الصخره هاتها من كتافها. يا نهار ابيض على التعبير القراني. وساعتها وكلوا من رزقه. ليه يا صديق؟ تعلموا يا شباب القصه دي. الدكتور محمد دون صديق عمري، ابوه صاحب دار نشر اللي بتنشر الايه، اللي بتنشر الكتب، عندهم مطبعه وينشروا الكتب. وهو في تاني اعدادي قال له انا ما عنديش حد بديله، ابوه نشر من اكبر الناشرين في مصر، فلوس، قال له انا ما عنديش حد بديله مصروف في الصيف. حد هنا بياخد مصروف؟ بص كله دلوقتي. قال له ما عنديش حد بديله مصروف في الصيف، روح اشتغل. بس اشتغل حاجه لها علاقه بالطباعه. ايه اول مهنه في اول درجه في السلم؟ بياع جرايد. ابن صاحب اكبر دار نشر في مصر في الصيف بيلف على البيوت، جرايد 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 جرايد، يجيب اللي يكسبه ابوه يديله قده. دي السنه الاولى. السنه الثانيه قال له انت تنزل بقى المطبعه تمسح البلاط هناك زي العمال. ايوه بلاط. السنه اللي بعديها قال له انت تشتغل صبي عند العامل الفني اللي بيحط الاحبار على بعضها. السنه اللي بعديها انت تسافر انجلترا تتعلم في اكبر مطبعه ازاي تعمل الاحبار بشكل صحيح. السنه اللي بعديها انت تروح تحت الزعماء والرؤساء اللي بيكتبوا مذكراتهم انت اللي تتملى منهم. السنه اللي بعديها انت تسافر انجلترا تعمل دكتوراه في الامبريال كوليدج. هذا الرجل الان عبقري. اتحرك. هتفضل قاعد كده مستني الطابور؟ انا طالب، انا بشتغل في شركه كذا وخلاص. يا اخي اتحرك اتحركي. والكلام ده مش للرجاله بس، الكلام ده للبنات كمان. اتحرك اتحرك عشان حاجه تانية، اتحرك عشان تكتشف الكنز اللي جواك. والله العظيم والله العظيم كل واحد قاعد هنا، شباب ورجال وستات، ربنا عادل، كل واحد جواه كنز، كل واحد، والكنز ده ياكله شهد، لان نقطه التميز غير عاديه، والكنز ده هو هيبقى سر تقديره في الحياه. لكن للاسف ملايين بيموتوا ما عرفوش الكنز بتاعهم، ويدفن كنزه معاه لانه قاعد مكانه خلاص. مجموعي جاب كليه تجاره، خليني قاعد، وهو الكنز بتاعه في حته تانية. يا اخوانا انا دخلت كليه تجاره وبكره الحسابات، خلصت كليه تجاره اشتغلت مراجع حسابات في مكتب كبير في مصر وانا بكره المراجعه، حضرت بس اكل عيشي، ما انا مش عارف الكنز بتاعي فين. حضرت زماله المحاسبين والمراجعين وانا بكره امتحانات المحاسبه والمراجعه. وصلت ان انا بقيت نائب مدير بس عمري ما كنت متميز.
لأن ده مش كنزي. أنا كنزي في التعامل مع البشر مش في التعامل مع الأرقام. ما بعرفش أتعامل مع الأرقام، أنا بعرف أتعامل مع البشر بس ما أعرفش. طب عرفت إزاي؟ لما اتحركت، لأن من سنة وأنا بتحرك. فالكنز لمع بعد شوية. والله العظيم كل واحد قاعد هنا جوه كنز بس عايز يطلع. عشان يطلع حاجة من الاثنين، يا واحد خبير يقول لك بص ما تتعبش نفسك في الحسابات، انت الكنز بتاعك في الحتة التانية. زي مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يا خالد ما تقعدش تحفظ قرآن كتير، انت تروح تمسك سيف وتحارب. لكن انت يا عمر ما تطلعش، انت تقعد جنبي، انت وزير. لكن انت يا معاذ بن جبل ما تطلعش، مهما حاربت هتبقى جندي عادي، مش هتبقى خالد بن الوليد. لكن انت قاضي يا معاذ، انت تعرف تقضي بين الناس. لكن انت يا بلال سر تميزك في صوتك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما تضيعش وقتك، انت تروح تعمل دي. طب انا الرسول مش موجود بينا، طب اجيبها ازاي؟ اتحرك بقى. ما هو يا اما خبير يقول لك ما تضيعش عمرك، هتكتشف كنزك متاخر، هيكون فات الاوان. طب انا اكتشفت انا ممكن اعمل ايه وانا عندي 27 سنه. طب ومن وانا طفل لغايه 27 سنه ما كنتش عارف، بس عمال اغبش هنا واجيب هنا واحاول هنا وادور هنا وافشل هنا والخبط هنا لغايه ما طلعت حاجه. اتحرك، اتحركوا يا اخوانا، اتحركوا عشان الدنيا الايام اللي جايه صعبه قوي. لو عايز تعمل نهضه اتحرك من النهارده. الا هل بلغت؟ اللهم فشلت. رجاله وستات، شباب وبنات، لازم تتعلم حاجه. يا اخي ادخل معنا في صناع الحياه، روح صناع الحياه عاملين في اجازه نص السنه كذا مخيم علشان تدريب على مشروعات صغيره وتدريب على كذا. روح شارك، بلاش صناع الحياه، روح جمعيه رساله، روح اي حته. المهم انك ما تقعدش مكانك بتتفرج. يا اخي لو مش عشان الثواب، عشان انت تبقى واحد تاني، عشان ترتقي. انا اخر حته بس، اتحرك عشان العمر قصير. يا اخوانا ده احنا تلت عمرنا نايمين، ده انت بتنام 8 ساعات في اليوم من 24 ساعه، يعني التلت. والتلت بتاكل وبتشرب وتحلق دقنك وتخش الحمام، ده انت عايش بتلت عمر. ده انت عمرك كله بيرسي على 25 سنه. يا اخي اتحرك، اتحرك وما تقولش تعبت. سئل الامام احمد بن حنبل متى يجد العبد طعم الراحه؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة، أما قبل ذلك فلا راحة. يقول أبو بكر الصديق والله ما نمت فحلمت ولا سهوت فغفلت وإنني لعلى الطريق ما زغت. يقول عمر بن الخطاب متى أنام؟ إن نمت بالليل أضعت حق ربي، وإن نمت بالنهار أضعت حق الرعية. متى أنام؟ أنا خلصت يا إخوانا. الله يفتح عليكم ويكرمكم ويبارك فيكم ويستركم. ندعي؟ طيب نراجع الواجب العملي قبل ما ندعي. أنا بس بأكد على عدة أشياء قبل الدعاء. الشيء الأولاني، أنا مش موجود الخميس القادم. أنا عندي سفر الخميس القادم، عندي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي سويسرا عن دور الإيمان في نهضة المسلمين. فأنا الحمد لله سعيد أن أنا رايح أقول الكلمة دي عالميا، فما فيش الخميس الجاي، وبالتالي فاللقاء القادم هيكون يوم 2 فبراير، الخميس 2 فبراير إن شاء الله. اللقاء القادم يوم الخميس 2 فبراير إن شاء الله. النقطة الثانية، أنا ذكرتكم بهذا الكتاب، نسيت أذكركم أن أفضل ما تقرؤونه في أسماء الله الحسنى لتعيشوا معها كتاب الأستاذ النابلسي، وهو 3 أجزاء، أسماء أو سورة أسماء الله الحسنى للأستاذ راتب النابلسي من سوريا، فأنا أوصيكم به بشدة. اللقاء اليوم حينزل على عمرو خالد دوت نت مكتوب ومتصور، وحينزل على موقع على خطى الحبيب مكتوب ومتصور. اللي عنده أي تعليق على حتة تتحرك أو على الصلاة أو على الواجب العملي
أو عايز يعلق أي شيء بناء أرجوك يبعت لنا، أو عنده أي استفسار أرجوك يبعت لنا عشان أنا بقرأ بنفسي يوم بيوم واجي أعلق الأسبوع اللي بعده. أنا بشكر الشباب والسيدات اللي بيجيبوا أتوبيسات ينقلوا بيها بالذات السيدات من الأماكن البعيدة، وأنا برجوكم إن إحنا نكتر الحكاية دي، والتنسيق فيها يكون عن طريق عمرو خالد بيج على الفيسبوك أو بينهم وبين بعضهم، علشان نتيح لأكبر عدد من أخواتنا وبناتنا إن هم يكونوا موجودين. كان هذا هو اللقاء. ندعي. ما تنسوش الواجب العملي، الله يخليكم الأسبوع الجاي الواجب العملي، الركعتين اللي هنصليهم كل يوم بنية الخير وإقامة الأرض وستر الناس وحفظ حدودك وتعيش مع اسم الله الستار وتسبح يا ستار استرني. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب يا ستار، يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح، يا من تسمعنا الآن وترانا وتسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء وندعوك دعاء الفقراء. يا رب سترتنا طويلا، سترتنا طويلا، نستحي منك، نستحي من كثرة ما سترتنا، عصيناك سنوات طويلة وأنت تستر وتستر وتستر. يا من قال عنا عنك نبينا إن الله حيي ستير يحب الستر والحياة، يا من تحب الستر والحياة، يا رب استرنا ما بقي من عمرنا، 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 استرنا في بيوتنا، في ولادنا، في زوجاتنا، استر جيوبنا، استر أموالنا، استر عيوبنا، استر ذنوبنا، استرنا، استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون، استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا تراك العيون، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب، استرنا يوم العرض عليك، استرنا يوم العرض عليك، نعوذ بك أن تفضحنا أيدينا وجلودنا وأرجلنا، نعوذ بك من فضيحة يوم القيامة يا رب. يا من تقول لعبدك يوم القيامة سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، اذهب يا عبدي فادخل الجنة، اللهم اكتبنا أن نكون هذا العبد، اللهم اكتب كل من في المسجد الآن ويسمعنا الآن ممن تقول له يوم القيامة عبدي أمتي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم، اذهب فادخل جنتي. استرنا يا رب، استرنا واستر ولادنا، استرنا واحفظنا، استر بلدنا، استرنا في بيوتنا، استرنا في بلادنا، استرنا في أحفادنا، استرنا في أرزقنا، استرنا في ذنوبنا يا رب. أدم علينا سترك، أدم علينا سترك، سترك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نخجل الآن بين يديك كلما تذكرنا ذنوب الماضي التي سترتها، كنت تستر طويلا ونحن ننسى، اللهم إنا نسألك حبك على هذا الستر، نسألك حبك وحب من أحبك، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، اخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا. اللهم أعن هؤلاء الشباب أن يتحركوا، افتح عليهم، انصرهم، وسع أرزقهم يا ذا الجلال والإكرام في هذا الزمن الصعب، أعن هؤلاء الشباب، افتح عليهم فتحا كبيرا، أعنهم على الحركة، على العمل، على الإنتاج، افتح علينا، اغفر لنا، اغفر لنا، تقبلنا، ارحمنا،
اللهم احفظ البلد الأيام القادمة، احفظ مصر، اللهم احفظ البلد، احفظ البلد، احفظ البلد يا ذا الجلال والإكرام، استرنا في أوطاننا، أمننا في بلدنا. اللهم إنك قلت في كتابك ادخلوها بسلام آمنين، فأمنتها طويلا، اللهم أمنها في الأيام القادمة، ووسع أرزقنا في بلدنا، وسع أرزقنا في بلدنا، وسع أرزقنا في بلدنا، اغفر لنا أجمعين. اللهم لا نخرج من هذا المسجد اليوم إلا وأنت راض عنا. يا رب بيتنا الليل في بيوتنا وأنت راض عنا. من على كل من حضر وسمع الليل بعمرة قريبة يا رب. تقبلنا أجمعين واغفر لنا أجمعين. آمين آمين آمين. وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يتقبل منا ومنكم ويرضى عنا وعنكم. نشوفكم يوم 2 فبراير إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.